أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم كان قصف شديد القوة على الضاحية الجنوبية، نتحدث عن حوالي 20 غارة، بين 17 غارة إلى حدود 20 غارة، وضرب مباشر في مطار الحديدة. لماذا هذا التصعيد على وجه دقيق؟ ليس فقط لأن حزب الله قصف مباشرة جليلوت، أو أنه ضرب النسيج الصناعي السري لصالح المخابرات في شركة تابعة للموساد الإسرائيلي، إنما أخطر من كل هذا أن إسرائيل أصبحت مكشوفة إلى أبعد حد، وبالتالي فإن هذه الضربات الموجهة نحو الضاحية الجنوبية، نحو صور أي حركة أمانة، وإرسال رسالة مباشرة إلى نبيه بري، كان واضحا أن هذه الرسائل لا تكتمل. وأمامنا اليمن، اليمن لماذا تصعيد ضرب الأمريكيين لمطار الحديدة؟ لسبب رئيس، لأن هناك صعوبة كبيرة للغاية في تزامن أي هجوم الآن بين كل من أنصار الله، حزب الله وإيران. سيكون ذلك بمثابة أكبر كارثة لإسرائيل، ليس فقط لأن الأمر يتعلق بثار باتجاه البعيد المدى، إنما أيضا بإعادة توجيه الدورة، لأن القصف سيكون الآن من الجنوب وأيضا من الشمال في كل اتجاه تقريبا الآن. إن كان هناك رد ومنسق بين هذه الأطراف الثلاثة، فنحن نتحدث عن صعوبة كبيرة جدا. الأمريكي ماذا قرر؟ قرر ومع الإسرائيلي أن يكون قصف الضاحية لإتمام هذه العملية من جهة، وثانيا لضربه هو أيضا لمطار الحديدة، كل هذا لتأهيل هام للغاية إقليمي، ليس فقط لاعتراض الصواريخ القادمة من إيران، إنما الأصل في كل ما يجري عدم وجود أكثر من جبهة، لأن الشرق سيأتي منه، فلما الجنوب إذن والشمال؟ فلحظة التزامن الآن التي هي أصبحت جزءا من الحرب اليومية، أن تل أبيب لم تعد خطا أحمر، اليوم هناك قصف مداوم تقريبا على تل أبيب، وبالتالي فإن 8200 تزعزع بشكل أكبر كل الخطط الإسرائيلية. هنا ننتهي إلى مسألة رئيسة، أن وزير الدفاع اليوم وأمامه هذا الأداء في اتجاه الضاحية الجنوبية، نجد أمامه أنه لا يتحدث إلا عن إيران، هو لا يكاد يتحدث اليوم إلا عن إيران. وأهم من كل هذا، هناك تصريح مباشر وواضح بأن بلينكن لم يكن ليتحدث لساعتين إلا عن نفس الإطار، الحسم في جميع الجزئيات. وبالتالي فإن القصف اليوم في مطار الحديدة ناتج عن نفس هذه الاستراتيجية، أي الضربات الموجعة تجاه أنصار الله وحزب الله، على الأقل تجريد إيران من هذه الضربات المتزامنة في نفس الآن. يقول جالانت، بعد الضربة الإيرانية سيعرف العالم ماذا قمتم به أو ماذا فعلتم، أيا كانت الترجمة عن العبرية فهي على الجهتين معا، أي أن ما قمتم به في إيران أو ما فعلتموه قبلا، يعني منذ 7 أكتوبر وبنهاية إيران، يعني بالذهاب إلى إيران كإحدى أهم الردود، هذا يتأكد منه أن لا وجود لرد إسرائيلي على الوعد الصادق الأول. اليوم جالانت وهو يتحدث قالها بشكل واضح جدا، لأول مرة أنتم تدخلون، أنتم تفعلون، إذن كان هذا كاشف ألا رد إسرائيلي على الأولى، إنما كان الوصول إلى هنية ربما هو الجزء الذي أثار مرة أخرى رد الفعل.
ولكن هل كان على الوعد الصادق عن هذه العملية الأولى للوعد الصادق رد إسرائيلي اليوم؟ جالانت يؤكد عكس ذلك. هل هذه الضربات اليوم هي ضربات موجهة أولا إلى الميادين باعتبارها أنها أقرب إلى إيران، ثانيا لصحفي معروف، أيضا لهذه القناة، كل هذا مرتبط بإيران؟ القصف كان قريبا من مبنى السفارة القديمة لإيران. كل هذا يضعنا أمام سؤال محوري للغاية. كل شيء الآن إيران. من جالانت وهو يتحدث إلى الطواقم بعد أن أنهوا بشكل كامل التمرينات لهذه الضربة، والضربة الأمريكية المتزامنة تماما مع الإسرائيلية، وحدد معا الإسرائيلي والأمريكي ما هي الأهداف التي تشل الرد على عملية متزامنة يمكن أن تقودها إيران إلى جانب كل من حزب الله وأنصار الله في هذه الضربة، لأنها إلى الآن يؤكد الإيراني أنها مدمرة. وفي واقع الأمر هناك فقرة لابد من قراءتها بتأني. لقد توصل الإسرائيلي حسب هذه الفقرة ومن مسؤول كبير قال بالحرف إن المساس بخام يساوي ضربا نووي الإسرائيلي، وكل البنية الطاقية يعني كل المصافي وغيرها، ثالثا البنية الاقتصادية، كل ما يتعلق بالبنية التحتية سيكون مدمرا أكثر من استهداف النووي. يعني أن هذا الأمر دقيق للغاية بخصوص ضرب خامنئي يساوي أكثر بكثير من المساس بالنووي الإيراني. وهذا هو الذي جعل إسرائيل مرة أخرى تفكر جديا في أن الرد إن احتسبه نتنياهو بأن يكون في وضع الذي يرد على خامنئي فإن إسرائيل انتهت. هذا هو واقع الحال، وهذا هو التطور الاستثنائي من هذه الفقرة التي أتت معبرة واضحة حاسمة لا غبار عليها. أي مساس بخامنئي يساوي أن لا تبقى إسرائيل، كل بنيتها تدمر بشكل كامل. فهل إذن خامنئي أهم من نووي إيران؟ نعم، ببساطة شديدة. هذا الذي نؤكد أنه صدم الإسرائيلي. ورغم ذلك كانت هناك محادثات بهذا الخصوص، وقال بالحرف الأمريكي بأن إمكانية الوصول إلى مثلاً قائد فيلق القدس أو غيره يمكن لمثل هذا الهدف أن يكون في سوريا كالعادة، ربما ضابط كبير أيضا، وفي بيروت، وهذا لاحظناه مع نائب قائد الفيلق. معنى ذلك أن الذي كان مع حسن نصر الله هو نائب القائد. لهذا فالوضعية الآن وضعية دقيقة للغاية بخصوص التمهيد الناري الإقليمي لأمريكا وإسرائيل في بيروت وإلى حدود الحديدة. كل هذا يضعنا أمام أهمية كبرى، لأن التأمين الذي يجري سيكون من خلال الإشغال، وهذا الإشغال قد يقوم به كل من حزب الله وأيضا أنصار الله بالقصف. لكن واضح جدا أن البريطاني والأمريكي يحاول أن يشغل جميع عمليات أنصار الله، ليس فقط بالضربات الموجهة مباشرة نحو المخازن والمخازن تحت أرضية، وأيضا بضربات لطائرات استراتيجية، مقنبلات استراتيجية لأول مرة تستخدم واستخدمت ضد اليمن. وواقع الحال أن إمكانية أن تتصدر هذه الطائرة الآن باقي العمليات في الشرق الأوسط هذا أمر ممكن. لذلك فهناك ورقة ضاغطة ومؤثرة للغاية، لأن أمريكا لا تنظر الآن إلى
أن الحرب بينها وما بين إيران قريبة، لكن في نفس الآن يمكن أن يحدد الإسرائيلي من أجل إلغاء الرد الفوري. هذا هو التطور الاستثنائي، أن جزءا من الضربات التي ستقوم بها إسرائيل عبر سلاحها الجوي سيكون جزءا منه تعطيل الرد الفوري على الضربة الإسرائيلية، وهذا هو الجزء الذي يمكن حاليا أن يبني عليه الإسرائيلي ما يسميه انتصارا أو على الأقل إخراجا جديدا. ومهم في هذه النقطة أن التأجيل الذي يحدث مرتبط بالانتخابات، لأن هذه الضربة يريدها نتنياهو أن تكون ضد إيران، لأن الشفيع الأول لنتنياهو ومنذ ولايته الأولى ترامب ضرب إيران، وبالتالي فإن السعي إلى تنفيذ هذه الأجندة لتكون في صالح نتنياهو مباشرة وأيضا ترامب، هذا الذي قد يضعنا أمام سؤال محوري، قد يكون الرد الإيراني وبطريقة صادمة قوية للغاية سيكون إقصاء لترامب وتصعيدا لكمالا، وهذا هو الشيء المؤكد، خصوصا وأن حالة إشعال السوق النفطي سيكون له ما بعده، لكن إلى الآن يعيد نتنياهو بإبعاد نفطي، لكن الآن بين خامنئي وما بين ما سمي بالمؤسسات الاستراتيجية لتأتي الرسالة الإيرانية حاسمة في هذه النقطة على وجه التحديد. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.